وجهة نظرك، وأسأل الله أن يرزقني ما أود للناس. آمين آمين. قربوا علي يقول الدعاء الصحابي اللي بشر بالجنة يام يقول نعم ما في قصد رحال سعد اللي قلت قال الدحام قلت قصته يام ذكرتني يام تقول أنك دعيت له وجالك. أنا والله حصل علي قصة أنا حصل قدام فترة سويت يعني مخيم وقروب وجمعت الجماعة فيه، وأنا والله المتكلف فيه كله يعني هم قصروا من طريق شرواكم، لكن كانت المبادرة الأولى من عندي أنا، ولو أنهم هم الطريق قالوا تم اجتمعنا صحيح. ومن أول ما بديت في هذا الموضوع وأنا والله أني حريص يعني أني أحب أجمع الناس من يماني ورع وهذا وأحب أروح لذولا وأصلح مع ذولا من يماني ورع يعني بديت مع الأسرة ثم مع القبيلة ثم مع قبائل قبائلنا كافها كلب ثم على مستوى بيشة ثم على مستوى الملكة والقروبات وكذا ما شاء الله. يمجي جدة فسوي المبادرة هذه جمع مخيم وكذا ونجتمع فيه، وسبحان الله العظيم دائما بعض الناس إذا مبتليها الله بالحسد إذا لقى رجال مشى في علم الغانم تلقى يضيق عليه بدون سبب، ما في سبب معين. أنا حتى في القضايا النجية الله المستعان ما في سبب الله مشكلة. واحد من 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 الأشخاص من يوم بديت في هذا المشروع وهو ممتحني باللفس في المجلس اللي جيت، وأنا ماني عجزان أرد عليه، لكن أحيانا أنت الرجل توصل مرحلة أنه قدوة للرجال الله ودك أنك تكون قدوة مع أنك بشر يا ولد ما ودك أنه. وأحيانا بعض الناس يرى أنك وصلت مرحلة يبغى يرتدك يسحبك معه صح، فكان يوذيني بالكلام ولا منه غبت آذاني بالكلام ولا مني حطيت أجري ولا شور عارضة. الشيطان موجود عارضة والله يا أخواني إني لو أقول خلونا اليوم نشتري ماء نشربه قال لا ما يصلح الماء، والله إني لو أقول خلونا نتعشى ذلي نشرب قال ما يصلح ذلي نبغاها بعد بكرة بس كذا نكد. وأركب مع أحد الدعاة المشهورين في جدة ما شاء الله تبارك ولأني متضايق وقالوا ايش فيك، وترى حيوان الفضفضة يا اخواني حلوه ترى حلو. ترى حلوه فضفض لزوجتك لصديقك الخوي صحيح. قلت يا بالحلال والله اني مبسوط وان في خيرات يا اخي عندي رجال امتحن وانا اقوم ادعي عليه صراحه اني دعيت زعلان لان الرجل والله يا قبلها ما بيني وبينه حاجه لا هو بجار ولا هو بحديد ولا بيني وبينه تعامل تجاري ولا بيني وبينه عنوه ولا قر يعني ما في اي سبب يخلي يجي بيننا مشاكل، هو من عرب وانا من عرب لكن الرجال ذا حطني عدو يريد الله رحمه. قال انت تبيني اعطيك حل ولا تبي تقعد كذا يا مجنون يقول ميدي بدوي تنفخ وتدعي كذا. قلت له ابغى حل الصاحب ساحب قال بتطبقه ها بتطبقه، قلت والله بطبقه هو بيفكني شر قال اجيب لك بدون ما حد يدري. قالوا شنو؟ قال من اليوم من صارت الفجر كل ما ذكرته ادع له يا سلام وانا عايم فيه كذا اي والله هذا اللي اقول والله يا اخواني ورب الكعبه ان علي انا هذا اللي اقول وانا عايم فيه. قلت كنت مهبول تاكل بطاطين والله جاك تسبني وادعي له تبي ندعي له بعد يعني على على ما سوابي تبي ندعي ان الله يغفر له يدخل الجنه. قال ادع له والله ان الحي القيوم سوف يجازيك بدعائك له لا ان يلين قلبه وان يعود لكم من اعز اصدقائك. يا سلام لا اله واقسم بالله العظيم يا اخواني واقسم بالله صحيح اني رحت من عنده كلام هذه اقتداء وانا معي انا معي كلام قدوه سبحان الله ان الله اللي يدلك ما هو بس ان الله يدلك يا جيت الصراحه. وانا دائما احاول ادعي في السجود ولا بعد الصلاه ولا قبل الصلاه وانا ادعي دعوات اللي تعرف الواحد اكيد عنده دعاء مخصصه عندي دعاء مخصصه دائما ادعي لنفسي والوالدية والاولادي والبناتي وزوجاتي ومن اللي حق علي وادعي بالطول العمر وبالرزق وبالجنه وبالهدايه وبالطاعه وبالاستقامه نعم الله والمسلمين اللي حبنا دعاء كثير. ثم اختص بعض الناس ولا بعض المواضيع الحساسه قال الرحمن خص فلان خص قلت له يا الله يا ربي انك تعفو عنه فلان لا والله اللي يدعي واني في خاطري ابغى اضحك اول مره قصه عظيمه قصه عظيمه اللهم اجزخي اي والله اللهم تجاوز عني اللهم اغفر لي واني ادعي وانا في قلبي واني الشيطان في راسي يرد الكلمات اللي قالها فيه ايه نبارك مغاري يدور المدايح نبارك يا ولد كل ما جاء رجال بيسوي علم الغانم ولا بيجمع الناس ولا يقول يتابعوا قال اني ابغى السمع من اللي عينكم مفتشين جمالك على قلوب الرجال وسطورها؟ لا لا هو ربي يعين حد مفتش على قلوب الناس هي اشتبه تطلع ذا انه صادق وان هذا مرائي وان هذا يبغى النعم وان هذا ما يبغى شيء وان هذا الوجه اللي انتم من انتم يا اخواني القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء من انت عشان تحكم على قلوب الناس ويا يا جاهل والله اني جاهل اللي يدخل في قلوب الناس خذ من الناس ما ظهر لك واللي ما ظهر لك بينهم بين الله سلام. ما تكشف يا مسلم يا سلام بالله وكاني استحسنت الموضوع واقعد ادعي والله يا اخوان لا إله. بعد أسبوع كان عندنا جمعة أقسم بالله إني تفاجأت في الجمعة وحنا جالسين الرجال قايم قال عندي قصيدة مديها لمبارك مخيتها ويدق فيها قصيدة 13 بيت والله وأقول
اول ما ذكرت قلت يا ولد عانى دعاه عانى بلا واسكت ومرهيت على الله يمدح القصيده واقوم اتودد له واقوم امدحه بسم الله اذره مسكين من اول كان يبغى بس يعني يعطى شويه يغار بعض وهذه ترى يا اخواني نصيحه لكم يا اخواني يا سلام اي رجل يتصدر في موضوع هناك اشخاص يبغون التصدر معك فحاول انك تعطيهم مساحه يا سلام هذا من باب تاليف القلوب يا سلام والله العظيم مجرب اذره المسكين والله كان مجرب والله العظيم والله مجرب الحمد لله جت على جرح الا والله وقمت طال عمرك اثني عليه وكل ما جاني قلت وينعم يا ابو فلان إيه؟ ولا من الله قلت اللهم وفق ابو فلان اللهم ارزقه وتالي عودت اقول اللهم وفقه ورزقه واكفني شره يا ربي يا ربي اكفني شره وابشركم الحمد لله كفاني الله فيه وارتحت منه فهذا يمذكرتنا بالدعاء يا اخواني التعامل مع الله سبحانه وتعالى اني خير من تعامل مع الله وبشرب ادعوا لهم فانه ما يسلم حنا لا نعصم انفسنا ولا نعصم الناس حنا نخطي ويخطى علينا وبنجلس في هذه الحياه كذا حتى نقابل الله تعالى لكن حنا باسمكم كلكم نعلنها من الان ان عفونا كلبونا عن كل من اساء الينا عن من اخطا الينا وكان اخونا مرزوق يبغى يعلن هذا الاعلان تفضل اقول اللهم اني سامحت من كان زعلان علي واطلب كيف من كان زعلان عليك من كان انا من اخطيت عليه قول من اخطيت